قل للذي جد بي الأضعني يا حادي سوق رويدا لي وتنعش الهائمة والهنا رؤية من يا أم قوما أقاموا جانب الوادي سلم عليهم وخاف لقيت روحي وجسمي وقلبي الوليه صادي وقل لهم من عنكم وفي يده ما لا غنى عنكم من ظاهر ومن زادي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فكيف يؤنسني طردي وإبعادي ظن الخلي بأن البعد يؤنسني فكيف وإبعادي فقد تحققت أن الخير أجمعه ضمن اتباع لحب المصطفى الهادي تحققت أن الخير إلالك كم تحن له القلوب وذكرك كم يردد يا